بعد جولة قرر فيها رئيس الهيئة أن يسأل المتسوقين في إحدى المراكز التجارية في الرياض، دعانا رئيس الهيئة لتناول الغداء في برج مطل على العاصمة السعودية. قدت سيارة الهيئة التي لا يرى الشيخ عبد اللطيف سبباً للخوف منها. شوف، أي حتى أي سيارة من سيارات الأمن إذا مرت في الطريق تلفت الانتباه، ما في شك. مو بنفس طريقة الهيئة، وطريقة سيارات الهيئة باللون الأبيض الجميل والبحري الشعار الجميل، ما فيه نوع من يعني العنف ولا نوع من الغلظة ولا نوع من التخويف أبداً. والله يا شيخ، أنا قاعد أسوق الآن أشوف السيارات ما شاء الله، إذا مشينا راح يمين وراح يسار ما حد ضايقني. لا هذا والله ليت لو تعطيني سيارة أمشي بالرياض الآن قدامك وزحماتها. هذا قدامك الواحد ما أخذ طريقه الصحيح، لا أبدا لا تبالغ في هذا الأمر. لكن أيضا شوفها هاي السيارة الثانية ما في اسمها حد بالطريق ضايقني ضايقك، فالمضايقة في كل الشوارع ولله الحمد.